كتير سألوني بخصوص العلاج أونلاين، هل بينفع أو لا؟ الحقيقة بالذات بعلم النفس والاضطرابات النفسية والتعب النفسي كتير بيساعد، وكتير ستات انبسطوا. لماذا؟ لعدة أسباب. أولاً، بعض الستات بحبوش البعض يشوفوا من رايحين على علاج نفسي، أو عشان نحافظ على حالنا من كورونا نروحش نتعرض لخمسة ستة سبعة موجودين بالعيادة، أو الأهم من هيك التواصل المباشر على خط على الموبايل، الشاشة الصبية شايفتي وأنا شايفتها وبتحكي هي بكل حرية مطلقة وتعبر عن حالها، وجدنا على إنه أنجح كثير لأنه بيقدر يعبروا بكل شعورهم، عارفين ما حدا حاسسهم ولا سمعهم ولا ملاحظهم لأنه فوراً بس على شاشة الموبايل. الحقيقة كتير ريح ستات هذا الموضوع الجديد، الحقيقة كلها عم تتجه أونلاين، فأتري شيء جميل إنه نتعالج أونلاين كمان.